أهلا بكم مشاهدينا في السلطة الرابعة، وإليكم أبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والدولية. يمن شباب يتحدث عن العثور على 4 جثث داخل شوالات في السحول شمالي إب. والحرة نت يقول إن واشنطن فرضت عقوبات على جهات سهلت وصول أسلحة للحوثيين. ونون بوست يكتب عن كيف يواصل الاحتلال مخططاته في الأقصى. بداية أخبار اليوم من يمن شباب نت، حيث ذكر أن مواطنين عثروا أمس الأربعاء على جثث 4 أشخاص يعتقد أنهم من أسرة واحدة في إحدى بلدات محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها إن مواطنين عثروا على 4 جثث داخل شوالات في منطقة السحول خلف مستشفى اللواء الأخضر شمالية مدينة إب. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التابعة للميليشيا وصلت إلى مكان الحادثة لمعاينة الجثث والتعرف على هويتها ومباشرة التحقيق، مشيرة إلى أن الضحايا هم من أسرة واحدة، امرأتان وطفلان، ويعتقد أن الجاني من ذات الأسرة، وذلك في أحدث جريمة عنف أسري تشهدها المحافظة التي تزايد فيها هذا النوع من الجرائم بشكل مخيف. ويقول الموقع إن هذه الجريمة تأتي في وقت تشهد فيه محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية فوضى أمنية عارمة وانتشارا واسعا للجريمة الجنائية، بما في ذلك جرائم العنف الأسري كإحدى أسوأ ما أفرزته الحرب على المستوى المجتمعي. إلى موقع المصدر أونلاين الذي قال إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء عن فتح الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج تأشيرة اليانصيب والتي تستمر حتى 5 نوفمبر القادم. ويشير إلى أن الوزارة أكدت ضرورة الالتزام بتعليمات تقديم الطلبات، حيث سيتم استبعاد أي طلبات غير مستوفية للشروط أو التي تحتوي على بيانات غير صحيحة. وبينما سيتم إعلان نتائج الفائزين في اليانصيب الذين سيتم تسجيل بياناتهم هذه الفترة بعد حوالي 5 أشهر تحديدا مطلع شهر مايو القادم 2025، إلا أن إعلان اسمك ضمن الفائزين بحسب الموقع لا يعني أنك قد تحصل مباشرة على التأشيرة إلى الولايات المتحدة، بل سيتم ترشيحك للمقابلة التي يتم إجراؤها بعد نحو 1 عام من فوزك، وبعد ذلك يتم التحديد. ويلفت الموقع إلى أنه في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة في اليمن، ارتفع عدد المتقدمين لبرنامج تأشيرة التنوع من البلاد في السنوات الأخيرة، حيث يزداد عدد الراغبين في الهجرة خاصة من الشباب والموظفين في القطاعين الحكومي والخاص. في الصحافة الدولية ومن موقع الحرة الذي قال إن الولايات المتحدة فرضت أمس الأربعاء عقوبات على فرد و3 شركات سهلت عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لصالح الحوثيين، مشيرة إلى أن هؤلاء مكنوا الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج. وأكدت واشنطن أن المواد ذات درجة عسكرية مطلوبة لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها،
كما أعلنت الخارجية الأمريكية وفق الموقع عن فرض عقوبات على كيان واحد مرتبط بشحنات تجارية حوثية غير مشروعة، فضلا عن فرض عقوبات على سفينتين تابعتين لذلك الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وإحدى الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وأوضح البيان الذي نقله الموقع أن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتأمين الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين، مشددا أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة الاستقرار والسلام والأمن الإقليميين. مساء يوم الثلاثاء الماضي ووسط اقتراب الحرب الإسرائيلية على غزة من إتمام عامها الأول وتصعيد الجاري في لبنان، نفذ فلسطينيان عملية وسط مدينة تل أبيب يافا، حيث تسللا لإسرائيل وطعنا مستوطنا واستوليا على سلاحه، ثم ما تلا ذلك هو إيقاع ما يقرب من 22 شخصا ما بين قتيل وجريح وفق الجزيرة نت. يقول الموقع إن هذه العملية جاءت بعد يوم واحد فقط من ذكر موقع والا أن الجيش رفع من تأهبه على خلفية التحذيرات من وقوع عمليات استشهادية قبيل الأعياد. ويرى الموقع أن عودة العمليات الفدائية والسيارات التفجيرية من شأنه أن يلقي بظلاله على الحرب الطويلة الدائرة في قطاع غزة في نهاية المطاف، مع استهداف العمق الإسرائيلي وخاصة تل أبيب، لأن ذلك يعني تقويض المدينة الأكثر أمانا للسكان الإسرائيليين بمن فيهم الفارون من غلاف غزة والمناطق الشمالية المعرضة لصواريخ حزب الله اللبناني. وإذا ما أغرقت أو أغرقت الفصائل الفلسطينية تل أبيب بالعمليات الفدائية فإنها ستخلق ضغوطا سياسية أكبر على الحكومة الإسرائيلية والجيش المشتت بالفعل على جبهات الشمال والجنوب والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأخطر من ذلك أن يتبنى تلك العمليات أشخاص خارج جغرافية فلسطين وخاصة دول الطوق، مما يفتح المجال أمام ارتفاع عددها في المستقبل. منذ 7 أكتوبر ومحاولات تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى المبارك في حالة تصاعد من طرف مؤسسات الاحتلال، وتحديدا بحسب موقع نون بوست، الوزيرة المتطرفة في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير والمجموعات الاستيطانية المرتبطة به. ويركز بن غفير ومجموعاته على فكرة تغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى وفرض واقع جديد يقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني في أولى القبلتين، كما يسمح بن غفير وفق الموقع بممارسة أعمال تلمودية أكثر تطرفا من الممارسة في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن جماعات الهيكل تستغل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. إلى جانب ذلك يقول الموقع إن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى تحقيق أمنيتها بتحويل المسجد الأقصى إلى معبد يهودي عبر تقاسمه بداية مع المسلمين وخلق واقع جديد داخله، وبدأ هذا المخطط بالتنفيذ مع السيطرة الصهيونية على حائط البراق وتحكم الاحتلال في بوابات الدخول والخروج المحيطة بالمسجد.
وفي ختام السلطة الرابعة أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير. إلى اللقاء.